لما باجي نحكي الكلام ده في اي محاضرة ولا في اي محفل تقولك طب انا اعرف ازاي ان انا في علاقة سامة؟ 9 علامات. معلش يا استاذة منى استحمليني بس هخلصلك الجزئية دي وبعد كده هسيبك تسألين، بس هو 9 علامات من خلالها اعرف ازاي ان انا في علاقة سامة. رقم 1، لو الواحد بيقدم اكتر مما ياخد. لا طب ما ده حلو، يعني المعنى المجرد حلو، العطاء شيء جيد وشيء جميل جدا، لو له نوايا ده شيء جيد، لكن ايه؟ بصوا الشعرة الاستغلال، لا، كأن الفضل اللي انت بتعمله فضلا وحبا ورقيا واخلاقك بتسمح بكده بيجعلوه فرض عليك. كمان بتتحاسب وتتعاتب ويأنبوا لك ضميرك ويتم نقد عليك لو ما عملتش الامر اصلا، اللي هو اصلا مش فرض عليك، انت عامله كده من باب الذوق او من باب الفضل او علشان انت شخص محترم. لا، انت مش بتحب مثلا تجرح اللي قدامك او تحرجه فتبادر بفعل معين. بعد فترة الشخص السام يقول لك ده هو ده، انت مش انا في حياتك، انا هوريك ده من حقه، واللي انا بعمله ده من حقي ومن مستحقاتي، ويطالبك بيه بل يعاقبك والله ويأذيك لو انت ما فعلتش الامر ده. تشعر وقتها انك ساعتها مستغل. دي تاني. تالت حاجة، بتشعر ان انت باستمرار، زي انا قلت ده المعيار، باستمرار وتكرار انت مش محترم، محدش بيحترمك من الطرف الاخر، عدم الاحترام من الطرف الاخر، عدم استجابة لمطالبك مع انك انت بتستنى الهفوة بس كده من غير ما يطلبها انت بتعملها. كمان من ضمن العلامات، العلامة ده انك تشعر بتدني الثقة في النفس. ليه؟ لان هو دايما اذيك وناقد فيك. رابع علامة انك اصلا بتبقى حاسس انك انا، هو انا ليه بحتاج كل كلمة اقولها ابررها؟ هو انا ليه الاخر مش فاهمني؟ هو انا ليه دايما حاسس بالتهديد ومحتاجة ابرر كل كلمة وكل موقف؟ وده حاجة متعبة جدا جدا في العلاقات، خصوصا لو علاقات قرابة. خامس حاجة، انعدام عارف الطاقة، ما عنديش طاقة، بقول لك والله مش قادر ارد، والله ولا قادر، ولا عايز اتكلم، ولا ناقش، ولا جادل، خلاص. او غضبان غضب شديد، وده بيحصل بشكل متكرر، لان ده الشرط لما تيجي تتكلم مع طرف، مش عايز اسمع صوته، من اصلا مش عايز اشوفه ولا اسمع صوته، وبنسمع الكلام ده كتير. سادس حاجه، اصلا انك مش واخد حريتك ولا راحتك، حاسس دايما بالتكلف في وجود الطرف الاخر، دايما شايل هم وجوده، عايز تبعد، مش عايز مشاكل، مش عايز غم، لا لا لا، دي مش حياه. سابع حاجه، انك اصلا عمال تبذل وقت وجهد، وقت وجهد، وقت وجهد عشان تسعد الطرف الاخر، والطرف الاخر سايب المجدف اصلا، المركب غرقانه ومكسوره من عنده اصلا، ده مش صح. من ضمن الحاجات، العلامات اللي دي علاقه سامه، انك دايما يا حساك انت غلطان، انت ملام، انت اصلا ده وبدون سبب، هو انت وجودك في الحياه غلط اصلا، حتى لو كان الخطا من الطرف الاخر، وشيء عايز تنهي الكلام والحوار بسرعه. ليه؟ اصل لوم جاي، لوم بطريقه لاذعه جدا تاذيك، بقول لك بتوقع الناس في مرض نفسي. كان في دراسه بتقول ان المتسببين في العلاقات السامه دولت عندهم امراض نفسيه، وشخصوا بعض الامراض، مش كلهم طبعا، في بعض منهم ثنائي القطب، اكتئاب شديد جدا، نرجسيه، ويكون الاشخاص المعرضين للعلاقات السامه دي ناس طيبين، حبوبين، حساسين جدا جدا، ويجي اي مشاعر سلبيه وحاجه تحس ان هم مش قادرين يتاقلموا.